اهلا بكم، مع مهند من بن حموده للسيارات 050-516-3525. اليوم احنا هنوري لكم اخر اصدارات بن حموده للسيارات بي اتش اديشن على السياره الجي 71 موديل 21. يلا بينا نشوفها من الداخل. طبعا احنا عارفين فئه الجي 71 هي سياره للرمل اكتر والاوف رود، طبعا ونقدر نستخدمها في الخط والمدينه بسبب التوائر اللي هي متعدده المواسم. خلينا نقول تقدر تمشي على الخط والمدينة والرمل والصخور وكل مكان. اهم شيء في السيارة دي طبعا هو الاير سسبنشن والكليرنس. زي ما انتم شايفين السيارة حاليا هي متنزلة على اقل مستوى ليها الزيت 71. البي اتش اديشن هي تعني ان عندنا هنا طبعا الشعار الاسود المضيء للشيفرولي، السكيد بليت هي لونها اصلا كان بينزل سيلفر، عندنا حاليا الاصدار اللي امامنا حاليا البي اتش اديشن نازله باللون الاسود شكل رياضي اكتر. الرنجات زي ما هي ما فيش فيها تغيير، نفس القياس الرنجات 20، بس طبعا زي ما احنا شايفين من الداخل الكاليبرز او البريك كفر بيكون لونه احمر. في عندنا طبعا كذا فئه من فئه